تمام. اليوم يعني راح ناخذ نكمل محاضراتنا السابقة من الكمبيوتر نتورك فاندمنتلز. راح ناخذ موضوع اليوم اسمه الترانسميشن ميديا. الترانسميشن ميديا شنو هي الترانسميشن ميديا؟ الترانسميشن ميديا ار اكتشوالي لوكيتد بلو ذا فيزيكال لاير. احنا اتفقنا انه الاي او اس لاير هي 7 ليارات تمام، يعني اخر لاير اللي هي الفيزيكال لاير. في الترانسميشن ميديا هي تصير جوا الفيزيكال لاير اند ار دايركتلي كنترولد باي ذا فيزيكال لاير تمام. فبالتالي هو من اللي يتحكم بها؟ راح يتحكم بها الفيزيكال لاير نفسها. يعني الترانسميشن ميديا يتم التحكم بها بواسطه يعني عن طريق الفيزيكال لاير تمام. هاي الترانسميشن ميديا عاده مرات يسموها او يطلقون عليها لاير زيرو. احنا يعني الفيزيكال لاير هي لاير رقم واحد، فدي جوار راح تكون لاير زيرو مرات يعني يطلقون عليها. ترانسميشن ميديا يعني الوسط الناقل اللي ينقل البيانات بين يعني اي تو ديفايسز او اي تو نتورك او اي يعني any of two nodes in the networks. من أقول node، النود يعني أي نقطتين، قد تكون two devices أو قد تكون two routers أو إلى آخره تمام. the transmission media is usually يعني عادة تكون free space أو metallic cable أو fiber optic. the free space نقصد بها الوايرلس وإلى آخره، يعني من أني أطلق أي موجات خلال الفضاء، أو تكون metallic fiber. يعني شنو يعني metallic cable؟ الميتاليك كيبل اقصد به يعني كيبل مصنوع من المعدن، او فايبر اوبتيك كيبل. الانفورميشن از يوزوالي ا سيجنال ذات از ريزلت اوف كونفرسيشن داتا فروم انذر فون. يعني عاده الانفورميشن تتحول من شكل الى اخر لين توصل للشكل الاخير باللي هو الفيزيكال لاير اللي اتفقنا عليه، راح يكون على شكل 0 1. فهنا لدي يوضح لي الترانسميشن ميديا، انا عندي سيندر بالفيزيكال لاير مالته، بعد الفيزيكال لاير اكو ترانسميشن ميديا تمام يصل للريسيفر الى الفيزيكال لاير الاخرى. زين، الترانسميشن ميديا تنقسم الى نوعين اللي هي الجايدد والان جايدد. تعرفون شنو معنى كلمه جايدد مو تمام؟ شنو يعني كلمه جايدد؟ حد عنده معلومه عليها؟ الجايدد يعني تمشي بمسار محدد، يعني على طريق او على شانل محدده يمشي بيها. الان جايدد يعني بالفري سبيس. يعني تمشين شلون الجايد يعني بالضبط؟ يعني تمشي على شيء روت ثابت يعني على مسار محدد. مسار محدد نعم تمام. والان جايدد هو يعني ماكو فد مسار محدد تمشي عليه، مجرد انت قاعد تطلقها بالفضاء او الى اخره تمام. الجايدد عاده نطلق عليها الوايرد، يعني اللي هو عبارة عن وايرات، قد تكون فايبر اوبتيكال او الى اخره. الانجايدد اللي هو بالفري سبيس اللي راح نحكي عليها بعدين، شنو هي الموجات اللي نطلقها بالفضاء عن طريقها ننقل البيانات. اوكي، الجايدد او الواير تنقسم الى ثلاث انواع اللي هي تويست بير كيبل والكوكسيال كيبل والفايبر اوبتيك كيبل تمام. زين، راح نحكي يعني بالبدايه على الجايدد ميديا اللي هي ابروفد شانل فروم وان ديفايس تو انذر. يعني يثبت لي فد مسار من ديفايس الى اخر او من نود الى اخر، وتتضمن اللي هي تويست بير كيبل والكوكسيال كيبل والفايبر اوبتيك كيبل. التويست بير كيبل والكوكسيال كيبل يوز ميتاليك، عاده يكون الكوبر ككوندكتر ذات اكسبت اند ترانسبورت سيجنالز ان ذا فورم اوف الكتريكال اوف الكتريك كارنت تمام. فالتويست بير كيبل، وهسه راح ناخذه بالتفاصيل، الكوكسيال كيبل يستخدم يعني معدن، وعاده يكون الكوبر نتيجه يعني اللي هو النحاس، نتيجه اللي يعني كفاءته بالتوصيل، ونتيجه يعني الرخص ثمنه مقارنه بالمعادن الاخرى اللي كفاءه مثلا الذهب كفاءته اعلى بالتوصيل، بس ما معقول انا اسوي كيبل مصنوع من الذهب تمام. فالكوبر هو يعني انسب شيء تمام، فهو يقبل وينقل البيانات على شكل اشاره كهربائيه. الاوبتيك يعني الاوبتيكال فايبر از ا كيبل ذات اكسبت اند ترانسبورت سيجنال ان ذا فورم اوف ذا لايت. بينما الاوبتيك فايبر يحول هاي البيانات الى لايت، الى اشاره ضوئيه ممكن انقلها عن طريق الفايبر اوبتيك، وهسه راح نجي على تفاصيله تمام. نجي بالبدايه على التويست بير كيبل. التويست بير كيبل كونسيست اوف تو كوندكتر نورمالي كوبر، ايتش
with its own plastic insulation twist together as shown in the figure below. فهو عبارة عن 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 كوندكترين, عبارة عن وايرين موصلة أو عبارة عن موصلين مصنوعة عادة من النحاس. طبعا من أقول التويست يعني ملوية ببعض, أوكي, بالإضافة إلى أنه يعني يحتوي كل كوندكتر, كل موصل على عازل مصنوع من البلاستيك على مود ليصير يعني كونتاكت بيناتهم. أتوقع أنتوا الكوكسل كابل, العفو التويست بير كابل يمكن شايفين, ما أتوقع أكو أحد بيكم ما شايفه. هذا نفس اليو تي بي اللي يستخدم بالراوتر, يستخدم بالنانو وإلى آخره, مو تمام؟ شايفين كلكم, أكو أحد ما شايف تويست بير كابل؟ ما أتوقع أكو أحد ما شايفه, أتوقع أغلبنا شايفيه, واللي ما شايفه يقدر يروح على الراوتر مالتهم, راح يلقى أكو كابل اللي نازل من النانو أو إلى آخره, راح تلقى هذا الكابل هو يسموه تويست بير كابل. One of the wires is used to carry signals to the receiver, and the other is used only as a ground reference. تمام, احنا اتفقنا انه هي المعلومات تصير تتحول الى اشارة كهربائية بعدين تنقل. فهذا بما انه هو 2 يعني 2, فواحد يعني ينقل هاي الاشارة والاخر يستخدم كجراوند, لان باعتبار انه اشارة كهربائية فلازم تكون عندي دورة كاملة, فاحتاج الى شنو مثل ما نقول حار وبارد باللغة العامية, او نقول يعني بوزيتيف ونيجاتيف, او يعني بوزيتيف وجراوند او الى اخره. التويست بير كابل سيجنال سيندينج باي ذا سيندر اون ون اوف ذا وايرز, اوكي, انترفيرنس اند كورس crosstalk may affect both wire and create unwanted signal. تمام, فأنا من أدز الإشارة بوحدة من الوايرات راح يسبب لي نويز, تمام, وراح يسبب لي crosstalk يعني تقاطع بالإشارات أو إلى آخره, فيأثر على الواير, تمام, أو على الوايرين نفسهن, وممكن يسبب لي أو يولد لي إشارة يعني ما أريدها أني, نتيجة طبعا للحث المغناطيسي وما أعرف شنو وتداخل بالإشارات, فيصير هاي المشكلة. فالتويستينج make it probable that both wires are equally affected by external influences. تمام, فبالتالي يعني هو ليش يلو, ليش ما يمدوه بصورة طبيعية, نتيجة على مود يعني خصوصا من هاي مشكلة التداخل والإشارات الغير مرغوب بها الخارجية, فيصير عملية التويستد. This means the receiver receive no unwanted signals. فبالتالي هنا ما راح توصل لإشارة أني ما أريدها ومتولدة بصورة عشوائية أو صاير تداخل بها. زين, التويست بير كابل نفسه ينقسم إلى unshield وشيلد تويست بير كابل. The most common twist bear cable is used in communications reference to as unshield twist bear cable اللي هو اليو تي بي, واللي هذا قلت لكم عليه موجود اغلبنا شايفيه موجود بال موجود بالراوتر بالنانو باي مكان, نسميه unshield, فبالتالي هو يو تي بي unshield twist bear cable. استاذ هذا التويست كابل, استاذ هذا البراوتر, استاذ يعني مو بس اثنين, يعني مو ثمانية بس كل اثنين ملوية مع بعض, تمام, اي استاذ, اي فهن ثمانية, واحد على مد... يعني اختصر لكم اياها, اثنين يستخدمان يعني خلينا نقول لارسال الاشارة, واثنين لاستلام الاشارة, واثنين باور تحتاج تنقل باور, واثنين عادة تكون احتياط. اثنين شنو استاذ؟ احتياط يعني ما مستخدمني حد الآن. فهذا استاذ إن ذن الاثنين يعني شغلة يجن من المحولة يطلع النانو, شغلة النانو يطلع باور, يعني شلون يشتغلون؟ هن ثمانية. يعني. أي ثمانية صعدن يعني ثمان وايرات بس كل اثنين ملوية سوى, فاثنين يعني قلت لك اثنين تقرأ واثنين يعني اثنين ترسل واثنين تستلم واثنين باور. يعني تنقل باور واثنين احتياط. تمام. حتى في بعض الأحيان تلقى كابل يجي ويا الراوتر تلقى بيه بس أربعة. اثنين إرسال واثنين استلام. بدون باور. بدون باور ما ينقل باور. صح. صار شفته بدون أربعة. من العفو يمكن من المحول إلى شو اسمه. أي يعني لما تحتاج لباور, لأن الراوتر يعني باور ما خارجي. رايح وراجع بس. اي نعم. صحيح. اي نعم.
تمام زين. نرجع الاي بي ام يعني شركه اي بي ام اتوقع انكم تعرفوها، نتجت نوع اخر من التويست بير كابل غلفته بغلاف، تمام هسه راح نحكي على هذا الغلاف، سمته شيلد تويست بير كابل، فهو الاس تي بي. الاس تي بي كابل هاز ا ميتال فويل، الميتال فويل هذا نقصد به السيليفون، هو السيليفون نفسه اور بريدد، يعني هاي الشبكه هسه عاده من نفتح الكابل مال الستلايت راح مرات نلقى سيليفون ونلقى هيك مثل الشبكه، فهو هذا اللي يقصد عليه مش كونفرت ذا انكيس ايتش بير اوف ذا ايزوليتد كوندكتر. تمام ميتال يعني احنا ليش نضيف هذا الميتال؟ كازينج امبروف ذا كواليتي اوف ذا كابل باي بريفنت ذا نويز اور كروس تاك. تمام فهذا حمايه اضافيه، هذا الميتال شيلد اللي هو الميتال فويل حمايه اضافيه لهذا التو بير كابل على مود لا يصير تداخل بالاشاره على مود لا يسبب لي اي نويز، فهو مجرد حمايه اضافيه ما كعمل هو نفسه لليو تي بي. اوكي زين الموست كومن يو تي بي كونتكتر، يعني شنو الكونتكتر؟ الكونكتر العفو، الكونكتر انت من توصل اي جهاز هذا الكابل فعن طريق كونكتر اللي هو اسمه ار جي 45، ار جي ستاندر فور ريجستريشن جاك از شون دبل. تمام كنا شايفين هاي الفيشه اتوقع واللي هي متكونه من 8 سموها ار جي 45 اللي تستخدم باليو تي بي. الار جي از ذا كي كونتكتر مينينج ذا كونكتر كان بي انسيرت ان اونلي وان واي، يعني شنو نقصد بها؟ كوندكتر يعني يدخل باتجاه واحد ما اقدر اقلبه واشكله بالفيشه. تمام ليش؟ لان هو يشتغل باتجاه واحد. فالار جي 45 اذا تحبون بالمختبر موجوده اشوفكم، يا اخاف اكو احد ما شايفه، هو نفس فيشه التليفون بس التركيب مالته يختلف، فيشه التليفون اتوقع اسمه ار جي 11. اوكي نجي على النوع الثاني اللي هو الكوكسيال كيبل او باختصار سي او اي اكس يعني coaxial carrier a signal of a higher frequency range than those in the twist pair cable. تمام الفكرة انه هو يشتغل على ترددات عالية. coaxial cable يعني ارجع اقول لكم هو نفسه مال ستلايت او نفسه مال كاميرا. تمام عبارة عن انه coaxial بالسنتر، يعني بالسنتر اكو inner conductor. تمام of a solid or standard wire usually copper عادة مصنوع من الكوبر insulated sheath. تمام واكو دائرة مدايرة يعني isolator يعني عزل معدني. تمام العفو عزل بلاستيكي. وبالاوتر كوندكتر يعني تكون من ميتال فويل، يعني بتكون يا اما من ال بتكون من ال هذا اللي قلت لكم عليه السيليفون، احنا يعني بالمصطلح العام نسميه سيليفون او ش... استاذ العبد هذا نعم استاذ نفس ما ستلايت هذا هو ما ستلايت اسمه كوكسيال كابل. تمام والاوتر يعني الاوتر اللي هو قلنا يتكون من ميتال فول او بريد او يعني متكون من اثنيناتين، يا اما من هاي الشبكه مالت يعني هاي الشعيرات اللي موجود داير مدايره وبالاضافه للفويل او واحد من عندها. الاوتر ميتاليك سيفرال ووتر شيلد اجينست ذا نويز، يعني عاده هذا هم يحمي من النويز عم يصير تداخل بالبيانات از ذا سكند ذا سكند كونتكتر. بالاضافه انه اكو يعني غلاف حمايه موجود داير مداير الانر والاوتر كونتكتر. تمام عاده البيانات النقل بالانر كونتكتر بالسيم هذا اللي بالداخل، والاخر يكون هو عازل وبنفس الوقت هو اشاره سالبه على ما يكمل الدائره الكهربائيه. تمام كوكسل كيبل كونكتر اكو كونكتر خاص بي اللي هو اسمه بي ان سي، مختصر اللي هو باي وان نيل كونسلمان، يعني كنا اتوقع هو اللي سوى هذا الكونكتر فاسمه بي ان سي. فعاده يوجد ثلاث انواع من البي ان سي اللي هي بي ان سي كونكتر هو هذا الستاندر، واكو بي ان سي تي يعني عباره عن حرف تي، واكو بي ان سي تيرمينيتر هذا اللي يكون هذا شكله. فيعني هاي ثلاث انواع اللي شائعه الاستخدام، بس الكونكتر مال كوكسيال كيبل اعرفه اسمه بي ان سي، واتوقع هو هذا يعني شايفين جزته اللي هو نفسه مال ستلايت او اللي هو نفسه مال الكاميرات بالاكثر يستخدم هو نفسه هذا البي ان سي. تمام طبعا هاي الصفحه معاده يعني انتم ما لكم علاقه بيها، خاف يعني تفاجئون انه هاي نفس الحكي
تمام. زين نجي على الفايبر اوبتيك كيبل. الفايبر اوبتيك كيبل از ميد اوف جلاس، مصنوع من الجلاس او مصنوع من البلاستيك، ينقل الاشاره بشكل ضوء، يعني الاشاره يحولها الى ضوء ثم ينقلها. الاوبتيكال فايبر يوزنج ريفلكشن تو جايد ذا لايت ثرو ذا شانل. تمام، انتوا ان شاء الله ان شاء الله بالسنه الجايه بالرابع عندكم ماده كامله اسمها الفايبر اوبتيك، ان شاء الله اذا انا اخذتكم راح تعرفوا تفاصيل الفايبر اوبتيك بحذافيرها. تمام، فهنا أنا راح ناخذها بصوره مختصره وان شاء الله سنه الاخرى راح تاخذوها بالتفاصيل. جلاس اور بلاستيك كور سراوندد باي كلادينج اوف ليس دينس جلاسز اور بلاستيك. فايبر اوبتيك يتكون من بالداخل، يعني عباره عن زجاج وغلاف اخر من الزجاج فوق هاي لغرض الرفليكشن، لغرض حمايه الضوء على مود لا يهرب. ان شاء الله سنه الاخرى اذا اخذتكم راح اعرفكم ليش استخدمنا الكلادينج وتفاصيله، بس بصوره رئيسيه ينتقل الضوء داخل الكور، اكو غلاف ثاني اسمه الكلادينج داير بداير الكور، تمام، فينتقل من السندر للريسيفر داخل الكور. فايبر اوبتيك يعني تكنولوجي، عاده اكو تو تكنولوجي سبورت الفايبر اوبتيك، المالتي مود والسنجل مود. شنو الفرق بينات المالتي مود؟ انت المالتي مود تنقل اكثر من اشاره بنفس الوقت، بينما سنجل مود تنقل اشاره واحده نفس الوقت، بينما المالتي مود تقدر تنقل اكثر من اشاره. For propagating the light along the optical fiber channels, each required fiber with different physical characteristic. فعادة يتكون من عدة خصائص فيزيائية، يعني هذا الكلادينج والكور وبعد عدة طبقات حماية إضافية على مود أنا أقدر أنتقل يعني البيانات خلال الفايبر أوبتيك. طبعا الفايبر أوبتيك يعني هو الثورة هسه حاليا بالعالم الإنترنت. الفايبر أوبتيك بده ينقلنا بده يوصلنا بالبلاد الاخرى، يعني دار بدار العراق، يعني حتى الفايبر اوبتيك قام يصل الى داخل البيوت، يعني الوايرلس بالمستقبل احتمال ما له مستقبل بسبب وجود الفايبر اوبتيك. تمام، الفايبر اوبتيك الفرق بين السنجل مود والمالتي مود فايبر اوبتيك، لان مسوي لنا مقارنه. بالسنجل مود الكور يكون يعني القطر مالته صغير، بينما بالمالتي مود الكور يكون حجمه كلش كبير. بالسنجل مود الديسبريشن عالي، تمام، يعني العفو اقل، يعني التشتت مال الاشاره مال الضوء هو يكون قليل، بينما بالمالتي مود يعني الديسبريشن يكون عالي، لذلك يسبب لي في بعض الاحيان لوسز اوف ذا سيجنال نتيجه لتداخل اكثر من اشاره بنفس الوقت. طبعا السنجل مود هو سيتابل فور ذا لونج ديستانس، بينما المالتي مود هو سيتابل فور يعني هم لللونج ديستانس بس اقل مسافات من السنجل مود. سنجل مود يستخدم الليزر كلايت سورس، بينما المالتي مود يستخدم ال دي دي كلايت سورس. هاي بس مقارنه بين السنجل مود والمالتي مود. تمام، الكونكتر مال الفايبر اوبتيك يعني عاده هو اسمه اس سي كونكتر او اس تي كونكتر، ويكون هذا شكله، او الام تي ار جي كونكتر ويكون هذا شكله. احنا عندنا هاي نوعيتين بالمختبر، اذا تحبون مروا للمختبر اشوفكم اياها. تمام، عاده الفايبر اوبتيك ترى يعني في شيء كلش رقيق، عاده يعني يكون تقريبا بقد شعرايه الانسان. زين نجي نحكي على الادفانتج اوف الفايبر اوبتيك والديس ادفانتج. اول شيء هاي باندويث، يعني الفايبر اوبتيك يتحمل باندويث كلش عالي، اعلى من التويست بير كيبل والكوكسيال كابل. الشغلة الثانية السيجنال انتويشن، يعني الخسارة بالفايبر اوبتيك قليلة، تمام، يعني التشتت والخسارة. فايبر اوبتيك ترانسميشن ديستانس سيجنيفيكانت جريت ذان ذا لينث اوف ذا اذر جايدد ميديا، يعني عادة كلش مهمة واعلى من الاذر جايدد ميديا اللي هي الكوكسيال كابل والتويست بير كابل. سيجنال نقدر يعني انقلها خلال 50 كيلومتر بدون الحاجة الى امبليفاير، تمام، يعني تقريبا لمده مسافه 50 كيلومتر تقدر تنقل الاشاره الضوئيه بدون الحاجه الى امبليفاير على مود تسوي اعاده ارسال الى للبيانات. الاميونيتي تو الكتروماجنتيك انترفيرنس، الكتروماجنتيك نويز كان نوت افكتد فايبر اوبتيك كيبل، بما انه هو ينقل ضوء فهي توليد مال المجال المغناطيسي ما اعرف شنو الى اخره ما ياثر عليه. بالاضافه انه هو ريزيستنس تو كروجن ماتيريالز، يعني هذا عامل كلش مهم، لان الكوبر يعني الميتال كله بصوره عامه معرض للتاكل، الفايبر اوبتيك ما راح يتاثر بهذا الكروجن اللي يصير فيه التاكل او الى اخره. زين اضافه لايت ويت،
يعني الوزن مالته يكون خفيف. الفايبر اوبتيك كيبل مقارنه بالكوبر هو وزنه اخف طبعا، تمام، فالوزن مالته راح يكون اخف خفيف. Greater immunity tapping، عملية fiber optic cable are more immune to the tapping than the copper cables. Copper cable create antenna effect than can be easily beat up. يعني صعوبة قابل للاختراق الفايبر اوبتيك مو مثل الكوبر، تمام. زين، بينما disadvantage مع الفايبر اوبتيك هو الانستاليشن والمنتينس، عملية يعني تنصيب والصيانة مال الفايبر اوبتيك حاليا تحتاج الى خبراء، تمام. فالفايبر اوبتيك relatively new technology in its installation and maintenance required experience، تمام، فيحتاج الى شنو؟ الى خبرة، تمام. طبعا يعني مو اي واحد يمتلكها. انا اتوقع بالمستقبل هاي نتيجة لكثرة استخدام الفايبر اوبتيك راح تبدي تلغي هاي، ما يحتاج الى خبرة. زين، النقطة الثانية يعني من احد الديس ادفانتج مالته هو اليوني دايركشنال لايت بروبوجيشن. اللايت تنتشر باتجاه واحد، يعني ما تقدر بنفس الفايبر تدز وتستلم. فاذا تريد تدز وتستلم، تمام، لازم تحتاج تو فايبر، واحد يدز واحد يستلم. فبروبوجيشن اوف ذا لايت از يوني دايركشنال. اف وي نيدد تو بي دايركشنال كوميونيكيشن، تو فايبر ار نيدد. واضحه؟ يعني ما اقدر انا اخلي فايبر يدز ويستلم بنفس الوقت، لازم يا اما يدز يا اما يستلم، تمام. النقطة الثالثة اللي كلش مهمة اللي هي الكوست. تكلفة الفايبر اوبتيك مقارنة بالكوكسر كابل تسبير كابل شوية عالية، تمام. فانت اذا مكان يعني صغير ويعني ما تحتاج باندوث عالي، فالافضل انه ما تستخدم الفايبر اوبتيك لان تكلفته يعني، او اذا ما تحتاج باندوث عالي فلا تستخدم الفايبر اوبتيك. بينما يعني تكلفته نسبيا عاليه مقارنه بالكوكسل كابل بالتويست بير كابل. واضح لي حد الان شباب؟ احد عنده سؤال؟ واضح استاذ، تمام. زين، نجي على الانجايدد ميديا وايرلس كوميونيكيشن. الوايرلس يعني شاع الاستخدام هسه حاليا، كنا قاعد نستخدم الوايرلس يا اما عن طريق الكمبيوتر يا اما عن طريق التليفون اللي هو نسميه الواي فاي، او مو شرط الواي فاي، انه حتى نقل البيانات عن طريق الوايرلس يتبع يعني بعض الكوميونيكيشن بينه وبين البرج او الى اخره، فهي نسميها الوايرلس. الانجايدد ميديا ترانسبورت الكتروماجنتيك ويف ويزاوت يوزنج ذا فيزيكال كونتاكتر، بدون الحاجه الى فيزيكال كونتاكتر بين تو بوينت او بين تو نودز، تمام. signal are normally broadcast through a free space and this are available to anyone who has a device capable of receiving them. فبالتالي انا دز يعني من اسوي برودكاست، يعني معناته انشر الاشاره مالتي، واي واحد عنده جهاز انه ممكن يستلم هاي الاشاره يقدر يستخدمها. فعندنا يعني ثلاث انواع من الوايرلس كوميونيكيشن اللي هي الراديو ويف والمايكرو ويف والانفراريد، تمام. بالنسبه للراديو ويف هي عبارة عن electromagnetic waves ranging يعني ranging in frequency between 3 kHz and 1 GHz. فهو يشتغل بترددات من 3 kHz إلى 1 GHz are normally called radio wave. Radio wave for the most part are omnidirectional. شنو أقصد بالomnidirectional؟ معناتها ينشر يعني ينشر الإشارة بجميع الاتجاهات، propagate in all direction. والأنتنه transmission radio wave the propagate in all directional. فأني يعني عادة من الدز إشارة بالراديو ويف ما يحتاج توجهها، أنت تدزها وتنتشر بجميع الاتجاهات. This means that the sender and receiver antenna does not have to be aligned. ما يحتاج أي توجيه، مجرد انت تخلي انتنا من اقول اومني معناتها ينشر بجميع الاتجاهات. Ascending antenna sending a wave that can be received by any receiving antenna. فبالتالي يعني sending antenna يعني دزها لاي انتنا ممكن تستلم هاي البيانات او اي الموجة العفو. احد disadvantage is the radio wave transmitted by the antenna are susceptibility to infrared by another antenna that may be sending signal using the same frequency or band. احد المشاكل مالتها مال الراديو ويف
انه يصير تداخل بسهوله. يعني اذا انا عندي قاعد ادز بنفس التردد راح يقبل يصير تداخل بالترددات، وبالتالي يسبب لي الى شنو؟ الى عمليه الانترفيرنس، تشتت بالويف، وبالتالي راح تضيع عندي الاشاره. Radio waves are used for multicast communication such as radio, television and bugging system. كنا نستعمل الراديو بالسيارة أو بالتليفون أو إلى آخره، فكلهم يستخدمون الراديو ويف يبثوها، فأنت مجرد تستلمها عن طريق الأنتنة. تمام؟ زين، عندنا بقى عندنا المايكروويف وعندنا الإنفراريد، راح نحكيها بصورة مختصرة. المايكروويف عبارة عن إلكترو ماجنتيك هافينج فريكوينسي بتوين 1 جيجا هيرتز اند 300 جيجا هيرتز. تمام؟ تسميها مايكروويف، فالترددات اللي تشتغل عليها 1 جيجا هيرتز الى 300 جيجا هيرتز. المايكروويف ار يوني دايركشنال، يعني الدز الإشارة باتجاه واحد. تمام؟ فمن أقول يوني دايركشنال باتجاه واحد. When antenna transmission microwave then can be narrow focus، يعني فبالتالي أنا أوجه الإشارة مالتي باتجاه واحد. This means that the sending and receiving antenna needed to be aligned، فبالتالي أحتاج إلى توجيه بالإرسال وبالاستلام. The advantage مالته is the pair of antenna can be aligned without interference with another pair of aligned، فأنا من أوجه بين أنتنة إرسال وبين أنتنة استقبال فما راح يصير عندي أي تداخل. عادة المايكروويف تستخدم باليونيكاست كوميونيكيشن such as يعني سيلر تليفون والساتلايت نيتورك والوايرلس لان. تمام؟ فبالتالي هاي احد استخداماتها اليونيكاست كوميونيكيشن، مو المالتيكاست مثل ما شفناها بالراديو ويف. عندنا اخر شيء الانفراريد، انفراريد ويف with a frequency from 300 جيجا هرتز to 400 تيرا هرتز can be used for a short range communication. تمام؟ تستخدم بالمسافات القصيرة. الانفراريد يعني تستخدم ترددات كلش عالية ما تقدر تعبر الحائط، يعني الترددات مالتها ما تقدر تعبر الحائط، يعني ما ممكن اسوي واي فاي عن طريق الانفراريد. الادفانتج مالتها هي يعني مستحيل يصير بها شغلة الانترفيرنس، التداخل بالاشارات، حتى لو كانت لان بسبب يعني الترددات مالتها كلش قليلة. فاذا انا يعني دابث اشاره بهذه الروم، بالنيكست روم ما راح يكون عندي اي تداخل بالاشاره لان هي مستحيل راح تعبر هذا الحائط. And the same characteristic make infrared signal useless for the long range، فانت ما تقدر تستخدمها بالتردد يعني بالمسافات الطويله لان هي ما توصل مسافات طويله اصلا. Infrared signal can be used for a short range communication in the close area using line of the sight propagation، فنستخدمها بالمساحات المغلقة عادة. تمام؟ إلى هنا يعني انتهت محاضرتنا. أحد عنده سؤال أو استفسار؟ لا، عاشتي لك أستاذ عمر، عاشتي لك ممنون. العفو، تدلل ممنون، أشكرك.